لمخطط ممنهج يعرف ما الذي يفعله في هذا الوطن، يحاصر كل عناصر القوة في الدولة المصرية ويخرب إمكانية احتشاد الشخصية المصرية، ثم يؤدي دوره في محاولة انقسام الأمة، انقسامها على أي مستوى، على مستوى اقتصادي فقراء وأغنياء، وعلى مستوى سياسي نخبة وشعب يدعي نخبه أنه لا يعرف الشعب المصري، الشعب الذي قال عنه أعظم من أنجبه في العصر الحديث جمال عبد الناصر أنه القائد والمعلم. هذا الشعب أتى يوما تجرأ عليه نخبه السياسية بدعوى أنهم يعرفون وهو لا يعرف. هذا الشعب الذي تعرض في ثقافته التي عمرها 7000 عام من التراكم، مصر تهضم كل الثقافات ثم تعيد إنتاجها بروح مصرية، يمر عليها المحن ويمر عليها الشدائد ويمر عليها الغزوات ثم تخرج منها وهي مصر. مصر التي قيل في دوائر أعدائها لا نريد لما حدث في 73 أن يحدث مرة أخرى، حين كان هناك قيادة وهناك شعب وهناك جيش وهناك أمة عربية تقف وراء مصر، لأنها تعرف أنها إذا غابت وإذا انكسرت انكسرت الأمة من المحيط إلى الخليج. ما الذي حدث في مصر؟ الذي حدث في مصر أن كل المؤامرات والمناورات والمليارات واختيار العملاء قد هزمه خروج الشعب المصري في حماية جيشه. فكانت منذ 25 يناير الخطط من أجل فصم العلاقة التاريخية ما بين الشعب المصري وجيشه بأي ثمن، وانفقت المليارات أيضا وعقدت المؤامرات وكادت أن تصل لبعض الخدش في هذه العلاقة التاريخية. ثم كانت الطامة الكبرى حين سقطت مصر في قبضة تنظيم منذ قام ومنذ نشأ منذ 28 في القرن الماضي، وهو مستخدم على يد كل أعداء هذا الوطن وهذه الأمة. الذي يقرأ تاريخ تنظيم الإخوان لا يقرأه اليوم، وإنما يقرأه منذ 80 عاما حين خرج في أحضان المخابرات البريطانية ثم الفرنسية ثم استخدم في الملكية ضد الحركة الوطنية المصرية ووازاها، لم يكن يوما جزءا منها. عانته مصر الملكية فحظرت تنظيمه بعد أن قتل وأن حرق القاهرة وبعد أن ارتكب جريمة انتهاك حرمة الوطن. ثم جاءت مصر ثورة يوليو وحاولت الاحتواء، لكن لأن الفكرة متعدية لفكرة الوطن، لأنه لا يؤمن بمصر ولا يؤمن بقيمة مصر ويراها جزء ونراها نحن كل، كان دائما في مواجهة في ظل كل الجمهوريات. كانت محاولات الاحتواء ثم الصدام، حتى الرجل الذي ترك لهم الفرصة لأن يعودوا في بداية السبعينات أنور السادات، حين ترك لهم الفرصة أن يعودوا قتلوه، رغم أنه كان يتصور أنه بذكاء السياسي قادر على الاستيعاب وأنه سيستخدمهم من أجل حصار الحركة الوطنية المصرية ثم يستطيع أن يقدمهم في اللحظة المناسبة، إلا أنهم قتلوه، لم يحفظوا له الجميل. ثم بدأ منذ منتصف سبعينات القرن الماضي التحالف الاستراتيجي بينهم وبين المشروع الكوني للولايات المتحدة الأمريكية،
اوعوا تتصوروا ان وجود التنظيم الدولي للاخوان وتناميه في ميونخ وزيورخ ولندن وباريس وفي الولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن يكون بمعزل عن مباركة من أجهزة مخابرات هذه الدول ومن الأنظمة المتعاقبة فيها. اوعوا تصدقوا ده. ثم كان الخطر الأكبر أن يصل هذا التنظيم لتركيا ويحكمها، وفي هذا كان بداية الخطر الأكبر، لأن هذه المنطقة من المحيط إلى الخليج لديها مشروع للتقسيم الجديد. زمان كنا بنقول سايكس بيكو هي التي قسمت الأمة العربية، ثم كان الاختيار للتقسيم القادم على يد تنظيم الإخوان وأجنحته في الدول العربية مجتمعة. حين كادت مصر من خلال الغفلة، من خلال التآمر، من خلال عدم الوعي، من خلال السقوط في قبضة المصالح الصغيرة والمصالح الحزبية الضيقة التي لم تستوعب خطورة المشهد بعد 25 يناير، فكان أن تآمر الجميع ليصل هذا التنظيم للحكم. حين سئلت قبل 30 يونيو أليس الجيش المصري هو الذي سلم مصر للإخوان المسلمين؟ كان ردي ربما سلم الإخوان المسلمين للشعب المصري. ونجاح الولايات المتحدة الأمريكية في التقسيم للمقسم والتجزئة للمجزأ، كل هذا كان مكتوب في وثائق وكان مكتوبا في أدبيات صادرة عن أجهزة رسمية في الولايات المتحدة وحلفائها شركاء الأطلنطي، وأيضا في أروقة عضو حلف الناتو تركيا التي تصورت أن رفع شعار العثمانية الجديدة يمكن أن يكون مخادعا للشعب المصري فيتوهم أن هذه هي عاصمة الخلافة السابقة. لماذا جن جنون كل هؤلاء بالخروج الثاني التاريخي للشعب المصري في 30 يونيو؟ لأن الشعب المصري خلال عام واحد، وكان الكثير يتصورون أنه سيطول بنا المقام وأننا سندفع الثمن غاليا وأنه يمكن لمصر أن تقسم ويمكن للشعب المصري أن ينهزم وأن تنهزم بجوار الأمة العربية كلها. وكنت أقول أن هذا الشعب الذي يريد أن يقرأ ويقرأه لابد أن يقرأه منذ 7000 عام، وأن هذا الشعب قادر على اكتشاف الخطر وهو وحده الذي بيده الحسم. حين خرج الشعب المصري في 30 يونيو فضك نهر النيل، كنا نرى نجوع مصر وقراها وصعيدها قبل العواصم الكبرى. كان المشهد في حد ذاته يؤكد أن الشعب المصري هو الضمانة الأولى، وحين كان وهو الذي يملك قوات المسلحة فهو القائد الأعلى للقوات المسلحة، هو الذي أمر جيشه بأن يخرج ليحميه، وقد فعلها جيشه وقياداته، ليس لأن الفريق عبد الفتاح السيسي بطلا بمفرده، وإنما لأنه ابن المؤسسة العسكرية المصرية سلسال الوطنية المصرية. لماذا جن جنون أصحاب المشروع الكوني وما زالوا يحيكون لنا المؤامرات والمناورات وتصرف المليارات، ليس فقط على المستوى السياسي الدولي في أدوات الحروب الحديثة، استخدام الدبلوماسية الدولية، استخدام الإعلام المزور والمضلل اللي بيصنع كل حاجة وبيكتب كل حاجة ويقدمها على أنها الحقيقة وهي مزورة، في استخدام الحليف المحلي اللي بيؤتمر حتى الآن بأمر من طالبوه. لما أمريكا هتقول لهم اسكتوا هيسكتوا، وأمريكا مش هتقول لهم اسكتوا دلوقتي عشان هي لسه محروقة من الشعب المصري. فإحنا لازم نبقى عارفين أن مصر في حالة حرب،
وان هذه الحرب لم تنتهي بعد، وانه التحميل على الفرد رغم كل ما نقدره لوطنية الفريق عبد الفتاح السيسي، وانه قد اختبر في موقع السلطة لانه حمل رأسه على يديه وقدمها للشعب المصري في اللحظة الحرجة. هذا هو الذي أدخله في ضمير الشعب المصري بالمصداقية، في حين أن الآخرين سقطوا أمام الشعب المصري لأنهم خانوا الأمانة وهم في موقع السلطة. عشان نعرف إيه الحكاية، الحكاية مش أننا معتبرين أن الفريق أول عبد الفتاح السيسي إلها ولا كفرد سنحمل عليه مسؤولية مصر القادمة، وإنما سيطالبه الشعب المصري باعتباره القائد الأعلى له، لأنه هو القائد العام للقوات المسلحة. حين يطالبه الشعب المصري فعليه أن يستجيب، وحين يطالبه الشعب المصري لا يقول له اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. الشعب المصري مازال بحاجة لاحتشاده التاريخي من أجل البناء الاقتصادي والسياسي وتصحيح العوار الاجتماعي، أن تحتكر قلة السلطة والثروة على حساب 90% من الشعب المصري، وهو أيضا في احتشاد من أجل استرداد ثقافته الوسطية التي قدمت للعالم وحمت المشروع الإسلامي لما قدمت للعالم الأزهر بوسطيته التاريخية. مصر لهؤلاء الذين يتشدقون ليل نهار بأنهم يحمون فيها الإسلام، هي التي قدمت للأمة الإسلامية الخدمة الأكبر بعد انهيار دولة الخلافة التي لم تحمي في ظل الخلافة. سقطت الأندلس قديما وسقطت فلسطين حديثا، لكن مصر هي التي أقامت منظمة المؤتمر الإسلامي في ستينات القرن الماضي، وأنفقت عليها قبل أن يكتشف البترول وتبدأ الدول العربية الغنية في تقديم المساعدة لهذه المنظمة، وجمعت فيها كل الشعوب الإسلامية بمفهوم العصر أنها تقيم لهم منظمة دولية من أجل أن يشاركوا في صناعة مستقبل العالم. مصر هي التي أنشأت مدينة البعوث الإسلامية، وفيها تعلم من كانوا بعد ذلك رؤساء ورؤساء وزارات في دول العالم الإسلامي كله. مصر هي التي بعثت لأفريقيا كما تحدث الأخ العزيز من السودان الشقيق وقال إنه لولا مصر ما دخل الإسلام أفريقيا. مصر هي التي قدمت للعالم العربي والعالم الإسلامي وللعالم كله التوازن، لأنها رمانة الميزان. حين خرجت في ظل ثنائية القطبين ما بين الاتحاد السوفيتي وأمريكا، وأنشأت مجموعة 77 ومنظمة عدم الانحياز، كانت رمانة الميزان. حين قدمت الإسلام بوسطيته كانت رمانة الميزان. حين تصدت للهجمات الشرسة على الأمة العربية حتى لو كان قد بعض كان غفل عنها في بعض الأحيان، هي الآن تعيد إحياء كل هذه الأدوار مجتمعة، ومن أجل هذا سيظل أعدائها يوجهون إليها كل يوم السهام. لكن علينا أن نتذكر أننا لا نريد شهادة حسن سير وسلوك من أعداء هذه الأمة الذين يتصورون أنهم لا يعلمون. هم يعلمون أكثر منا، ويعلمون أن الخطر الحقيقي قد تحقق، لأن الشعب المصري خرج محتشدا فأقصى التنظيم الفاشي العميل الذي كان يعول عليه في نجاح مشروع الشرق الأوسط الجديد، وأننا بكده أطمنا وسط أمريكا، وأن مصر أسقطت العمود الفقري من المشروع. هكذا قال أهم شخصية أمريكية دستورية في العالم، دكتور جوزيف فايلر، كان في مصر قبل العيد بيوم، وقال في كلمته في الأوبرا أن الشعب المصري غير معالم نظريات الثورة وغير معالم نظريات علم الاجتماع السياسي. عشان نعرف قيمة نفسنا بس ونعرف إحنا مين،
ونعرف ان احنا مش هنتهزم بشويه عصابات، ونعرف انه ما زالت الحرب قائمه وما زال الخطر قائم، ولا يجوز لنا ان نتصور اننا قد نجحنا وانتهى الامر. نحن ما زال امامنا مشروع بناء الدوله الحديثه واستكمال اركان سلطتها ووضع التوازن في السلطة كي لا يصبح التحميل على الفرد، لأنه حماية الاختيار الذي يبدو شعبيا متخذا الآن حول الفريق أول عبد الفتاح السيسي لا يكون بتحميله وحده مسؤولية وطن بحجم مصر، وإنما هو الاحتشاد الوطني وتنظيم صفوف الأمة وبناء النظام المكتمل الديمقراطي الذي لا يسمح باستبداد ولا فساد. هذا هو التحدي الحقيقي. عشان كده أنا بحيي كل الشرفاء في هذا الوطن الذين يعلمون أن جهودهم ما زالت قائمة، وأننا ما زلنا بحاجة لبعضنا البعض، وما زلنا بحاجة لأن نقول لأعدائنا أننا نعلم جيدا ما الذي تفكرون فيه. أتى إلينا جون كيري من يومين وهو مهزوما، وهو مهزوما لأن الشعب المصري لم يقبل بالمساومة على مستقبل الدولة المصرية، ولا على مستقبل الثورة المصرية، ولا على مستقبل الأمة العربية. ولهذا فهم كل يوم يتحدثون عن أنهم لا يريدون في هذه المنطقة ناصر جديد. ناصر مات من 45 سنة، لكن المشروع الذي عبر عنه ناصر، والمشروع الذي آمنت به أمته، والمشروع الذي كادت تحتشد فيه قوى هذه الأمة من حوله، هو الذي يؤرق هؤلاء أن يتجسد مرة أخرى، أن تقوم مصر بدورها الجغرافي والتاريخي، وأن تقيم هذا على أساس قوتها الذاتية أولا، ثم قوتها الممتدة من أمتها العربية، من أبناء الأمة العربية الذين الآن يقفون بجوار مصر ليس بالشعار ولا بالأغنية، ولكن بالموقف المباشر. ليه؟ لأن الخطر واضح، الخطر لن يبقي أحد، الخطر لن يبقي أحد. والتضليل أدى لضياع العراق، والتضليل أدى لهوان في سوريا الشقيقة، والتضليل أدى للانقسام في السودان الشقيق، والتضليل أدى لانقسام ليبيا لثلاثة أجزاء. الآن نحن نفيق، ولأن مصر قامت بدورها، ولأن شعبها قام بدوره، ولأن جيشها قام بدوره، لكن ما زلنا في بداية مشوار شق وطويل. وأنا في هذا المحفل العظيم اللي أنت اجتمعتم فيه أحذر من الاعتماد على الفرد، وأحذر أيضا من الاسترخاء الذي يساوي أننا قد انتصرنا فانتشينا بالانتصار ولم نرى الخطر. ما زال الخطر قائم، مصر في حالة حرب، الأمة العربية في حالة حرب، العالم كله مهدد، وما زلنا في رباط إلى يوم الدين.